السلام عليكم، احنا الان داخل الخزان الارضي، خزان مسلح. معنا المهندس عمر الله يعطيه العافيه، متخصص في العزل. راح نشوف مع بعض كيف نبدا العزل من البدايه الى النهايه. مثل ما تشوفون الان المنطقه هذه اتقاء الجدار بالارضيه هي منطقه ضعف، وثار على مقاول العظم اللي سوى الخزان اللي يركب تحت واتر ستوب. الان المنطقه هذه هي ضعيفه جدا، يجب على مقاول العزل انه يعدلها ويعالجها قدر الامكان. للاسف كثير من المقاولين يلجا لعمل الشطفه الاسمنتيه علشان لا يتعب نفسه، والصحيح انه يكسر الحواف هذه التقاء الجدار بالارضيه مسافه 1 سم الى 3 سم، وبعدين يعالجها بمواد المعالجه المخصصه والمعتمده من الشركه. الفتحات هذه هي فتحات الزراقين. السرقينة هي معدات المقاول اللي يثبت بها جدار الخزان علشان لما يصبه ما يفتح عليه. طبعا بعد ما يخلص المقاول يدخل مقاول العزل لازم يهتم في هذه النقطة، يفتح الفتحات ويعبيها بمادة معالجة. ولا ننسى ولا نتناسى موضوع المواصير أو أي اتصال بين الخزانات، يجب أن نعالج من حولها. الماسورة هذه نعالج من حولها، نكسر الزايد، نعالج الخرسانة الخربانة، ونخلي السطح ناعم وأمس علشان يركب العزل بطريقه سليمه. هذا ايضا فاصل صب بين السقف والجدران، يطبق عليه نفس اللي طبقناه على الارضيه. يتركب الوتر ستوب مع التقاء السقف بالجدار نفس ما تركب مع التقاء الجدار بالارضيه. للاسف اغلب الناس ما يحط العزل بالسقف، متصور ان المويه لا يمكن توصل فوق. من اهداف العزل هو حمايه حديد الخزان من الماء، يعني لما تعزله من برا انت بتضمن انه ما في مويه تدخل، ولكن باقي تعزله من داخل عشان المويه لا تطلع. تطلع من وين؟ بتطلع من الخرسانه تخترقها وتروح للحديد ويصدي وينتفخ. يبدا الخزان عندك يفشل ويبدا يسرب مويه وكانك يا ابو زيد ما غزيت. نبدا بتنظيف مناطق التقاء الارضيات بالجدران، ازاله اي اوساخ او معدات المقاول المتبقيه، اخشاب مثل ما تشوفون في المقطع. نتأكد انها نظيفة علشان نقدر نعالجها باستخدام الجراوت، ويكون المعالجة مثل ما هو واضح امامكم في الشاشة. ما يحتاج معدات كثيرة، يحتاج فقط عامل فني مدرب وينشرها بحيث انه يتأكد من اغلاق الفجوات. ايضا نصنفر الجدران لازالة اي عوالق او نتوءات واظهار الفجوات اللي تكون في الخرسانة. طبيعي تكون في فجوات مثل ما تشوفون في المقطع الان. بعدها نبدا نعالج الاسقف، ايضا نزيل اي اخشاب اي عوالق ونظهر الفجوات مثل ما صار مع الارضيات والجدران. الان نبدا نعالج الجدران باستخدام المعجون، باستخدام الجراوت، المواد المعتمده لاصلاح الجدران الخرسانيه، لكي نصل الى نتيجه ان الجدار يكون ناعم واملس جاهز لاستقبال العزل. هذا جدار الخزان بعد ما عالجناه وحطينا عليه مواد المعالجه، باقي نصنفر ويطلع جاهز للعزل. الآن نقدر نعزل الأرضيات والجدران والأسقف بطبقتين من مواد العزل الداخلي. لاحظوا أننا عالجنا حول الماسورة وبعدها نفذنا العزل، وهذا الكلام يطبق على جميع المواسير في الخزان. وهنا ننتقل إلى غرفة التجميع. يجب أن تكون أرضية الخزان مائلة باتجاه الغرفة بحيث أننا نقدر نسحب موية الخزان بالكامل إذا أردنا عند تنفيذ أعمال الصيانة أو أعمال النظافة، وأيضا نعزل الغرفة مثل ما سوينا باقي الخزان. رقبة الخزان أيضا لا ننسى أننا ننشر العزل عليها للأخير. الخزان ينعزل من الخارج باستخدام رولات البيتومين اللي نلحمها بالنار، طبقتين من البيتومين رولات، والطبقة الثالثة حماية، ما بعازل هذه حماية. بعض الناس يروح يركب بلوك، ليش؟ ولاحظوا أيضا أن العازل امتد إلى فتحة الخزان، إلى الرقبة، أنها منطقة ضعف، هذا كله بيندفن، لازم ينعزل. الخزان عزلنا جدرانه وارضيته وسقفه، وغطينا السقف بخرسانه حمايه. اللي يركب خرسانه الحمايه غالبا هو مقاول العظم اللي سوى الخزان، او بحسب اتفاقك مع مقاول العزل، ممكن ترميها عليه وتعطيه. الحمايه الخرسانيه تمنع اي شيء انه ممكن يثقب السقف او يثقب العازل. ما نركب له الواح حمايه، نركب له خرسانه. رقبة الخزان يجب انها تكون من الخرسانة بالكامل، خطأ تماما انك تخليها من البلوك. باختصار شديد البلوك راح يتكسر ويسوي لك فاصل، واي مياه امطار او مياه غسيل في البيت ممكن تتسرب الى الخزان من منطقة الضعف هذه. من هنا الى هنا من جدار الخزان حول السقف تكون مرتفعة عن منسوب السقف حق الخزان. ولا ننسى نركب لها ووتر ستوب
نغلبه إيه واتر ستوب، وأيضا نعزلها مثل ما تشوفون. وبكذا نكون انتهينا من عزل الخزان المسلح من الداخل بطريقة صحيحة، وبإذن الله تكونوا استفدتم واستمتعتم. نراكم إن شاء الله في حلقة قادمة، إلى اللقاء.